مصطفى يحيى فتوح. انت عملت ايه النهارده؟ سجلت ولا لسه؟ جبت شهادات ميلاد ولادي وكمان انا ارزقي، عملت بحث في الشؤون الاجتماعيه وقدمته لمكتب تموين سيادة مكة عشان يدفعوا لي المواليد. انت عندك هتسجل كم مولود؟ 3. ولدك سنهم؟ مواليد 2005 لغايه 2015. عندك ولد، ولادك سنهم قد ايه؟ يعني في 7 سنين، في 4 سنين، في 9 سنين. في مشكلة في التسجيل؟ بالنسبة لي أنا عشان ورقي سليم مفيش أي مشكلة، جبت الدوسيل اللي طلبوه مني في المكتب ومليت الاستمارة وقدمتها لمكتب التمويل. وعملت بحث في الشؤون الاجتماعية زي ما قالوا. خلصت ورقك يعني خلاص؟ سلمته وقالوا لنا على شهر 12 المواليد هتوصل. الموظفين عاملين إيه معاك؟ الموظفين صراحة سابوا مكاتب اللي هي الزحمة اللي في المنطقة العشوائية، وفاجئنا إن هم نقلوا المكتب بالنادي الأصبي عشان الوسع وعشان المواطن يبقى جاي بيسلم حاجته بكل امانه. طيب كان في حد تاني جاي معاك يسجل مواليد؟ في ناس سلمت ورقهم في ناس سلمت ورقهم وخدوا بعضهم ومشوا. تمام. طلباتنا استلمها اللي هو مدير المكتب اللي هو استاذ جمال.